احنا طيب. في حدود الانتخابات وفي حدود قضيه المساءله والعداله اللي جرت، البعض يرى انه هناك انتقائيه، هذه الانتقائيه في اعفاء هذا او محاسبه هذا او السماح لهذا بالدخول او خروج ذاك، وكانه عمليه. انتم شو تشوفون بحسب قانون الانتخابات المناطقيه؟ تحالفكم شنو يشوف استاذ حسب المناطقيه؟ اذا لقينا يعني احنا نرى انه البعض من المنضوين تحت تحالفنا انه ظلمه، او كان انه ممكن ان يسمح لهم وفق المعطيات اللي جرت للغير اذا ما وضعت مسطره بالعداله او قياسات قيست على الجميع اللي تم قبولهم. نرى انه البعض اللي استبعدوهم من قائمتنا كانت لغايات سياسيه اكثر ما هي استحقاق قانوني او مهني، وافترض هذه الامور على مسطره قانون قضائيه. عموما هذه الامور المفروض حتى نبيت بيها ونكون واضحين، المفروض تكون واحد ملم بجميع تفاصيل قضيه كل شخص رجع او تم استبعاده. يعني هذا الموضوع اكيد السلطات القضائيه هي اللي تحدده، ولكن اكو اشياء صارت اشياء مريبه، يعني من تشكيل لجنه، هذه اللجنه يعني حددت بالاسماء بقدره قادر انه بعض الاسماء اللي موجوده باللجان هي اللي تم استبعاد البعض منها او استبعاد من يضروها انتخابيا او يؤثرون عليها انتخابيا. في البدايه اكو بعض الساده اللي وضعت اسمائهم باللجان قالوا احنا ما لنا دخل وليس لنا علم، معطيات الامور يوم بعد يوم انه منافسيهم تم استبعادهم. هذا من حقه ان اضع عنا وان اضع علامه استفهام على هذه الاجراءات. هل الامر دبر لاخلاء الساحه لمرشح؟ يعني هذه شكوى اولى من دون الاخرى عمليه الانتخاب.